بدأ في سبيرميكس نحكي على مقابلات البطولة اليوم، مجموعة من المقابلات المهمة، لكن قبل هذا باش نبداو نحكي على مقابلة الترجي الرياضي التونسي ونجم المتلوي في المتلوي. اخبار يجي توا، قائمة المنتخب الجزائري هبطت منذ قليل، توقعنا حق وجود فيها يوسف البلايلي احمد الصالحي، مفهميش يوسف فقط توغاي موجودة في القائمة نتاع المنتخب الجزائري. هذا اللي كنا نحكيه فيه بكري، خاطر اليوسف اللي قبله الملاعبيه اللي قبله العيطله في نفرد بوست خير من جاهزين اكثر من البلايلي. بلايلي صراحه مازال ما عندوش لو نيفو انترناسيونال، مازال فيزيكمون ماهوش او بوان، مازال ما حضرش معناتها بدنيا، لكن البلايلي لو يكون جاهز بدنيا 100% ينجم يلعب في اي منتخب في العالم، مش حتى كان المنتخب الجزائري في العالم. البلايلي عنده دي كاليتي نورم، من امهر الملاعبيه في العالم. مش مبالغ البلايلي، لو معناتها ترجع بيه السنوات التالي كان ينجم يكون يعمل كارير ما احسن من هكا 100 مره، كان ينجم يلعب في احسن الاكيبات الاوروبيه، لكن المشكل ما عرفش يجاري الكارير نتاعو للاسف، خاطر عنده دي كاليتي دي زونتورنور بحذايا ولاعبين برشا كوره يعرفوا شو قويه في الديمات الاخرانيين، ينجم يعمل لك من اقوى اللاعبين في العالم. جوارات هذا جوارات يبدلوا لك ماتش كامل، دي جوار دوي عنده دي كاليتي تكنيك اندفيدويال كبيره برشا، لكن الاشكال وين؟ المخ ما يمشيش ما يتبعش مع الكاليتي انديفيديوال نتاعو، حاجه كبيره في الكوره. ما نساوش مالغري لي كاليتي نتاعو ما نجم حتى يشكك فيها بليلي، لكن لازم نكونوا واقعين شويه. راهو بليلي اللي احنا ليماج نتاعو اللي عندنا بتاع 2018 2019 اللي تي اكسلون، فهمني؟ توا اون 2024 شفناه مع الجمعيات الصغيره الكل كان اكسلون، لو جور اللي لعب ماتش كاسح شويه ضد ستاتونيزيان وعملوا له ماركاج براتيكمون ما شفناهش البلايلي، ما نجمش يخرج من الماركاج ويعطي اللي يضاف للترجي الرياضي، فهمني؟ دونك فو اتوندر، لازم تشوفوا راه مدرب منتخب فيزيكمون، لازم يحضر فيزيكمون سي واجد، انت مدرب وتعرف داكورد افي دوي خويا واجد افي دوي ديجا تشوفوا ثم بوا راهو زايد، ما تحكي لي حتى حكايه، بوا ظاهر واضح، فهمت؟ اكيد اكيد ثم نقايص كبيره. وحاجه اخرى زاده يسمك انت كمدرب تحطه في الريجيستر وتعاونه في الريجيستر باش هو ينجح. استريز ابورتون. هو يعاون فيه ويعبطه في البلايلي في دربالي سبيسيال مور مكلف بانه يعمل كوفرتور. هو الدربالي زاد ما نظلموش، تعرف الدربالي من اكثر من لاعبيه المظلومين في الترجي الرياضي التونسي، لانه يخرج من الرول نتاعه ويقول له انت معناتها التعليمات صارمه، يقول له انت ما تعمل شيء كوفري بلاست البلايلي. فهمنا سور البلان ديفونسيف، انا نحكي لك الكره الديفونسيف بركة البلايلي، ما الاوفونسيف باش تحط له فان سونت باش يجي يتركز عليه ويخدم، تحط له ان بيفو ان ميليو اوفونسيف باش يتركز عليه ويخدم. ما مش لو بلان ديفونسيف برك، حتى سو البلان اوفونسيف يلزم شويه تحط له الاليات وفي لي زونترمون هذا تخدمه، ما تعملش يعني هو زاد لا تخدمه لا مع الضفه الغربيه والضفه الشرقيه. نحن المشكل اللي عندنا كان قويه الشيره هذيا راهي ضعيفه هذيك، الله يرسم لهنا توازن ما بين الجهه اليمنى وجهه اليسرى، فهمت؟ واضح. خليني اخذ رايك. انا حكيت على سيد علي من قبل وحكينا فيه الموضوع، قلت لهم البلايلي مازال ميزان نتاعو زايد، وقلت في الريكوبيراسيون الطفل ما يرجعش يفوت السونتر، واليوم معناتها في الاسبيرونس سيرتو بن حميد هكا شفنا نحن قوه ضعف، واللي ريتو في ستاد تونيزيان كان لعبت لها بلوك طايح شويه، ومير كانزاري ما خليش لي سباس للبلايلي، خاطر البلايلي اليوم وانا كديفونسور نعرف جوار تكنيك يتخلي له لي سباس راهو يهرب بيك، ما تنجمش. لا بروف مير عرف كيف ياخذ البلايلي، وشوف انت ديما في ترانزيسيون معناتها باش تلعب في الاستاد رونفيرسمون ديما يصير على بن حميده، ولا بروف زوز بونتويت جاو من جهه بن حميده في الريكوبيراسيون البلايلي ما ترجعش. ممكن مع فرق ضعيفه تنجم تلعب ببن حميده سيرتو اوفونسيف يلعب، والبلايلي خاطر ديما الكره عندك، اليوم كي تلعب كونتر الاهلي ولا سان داونز في الريكوبيراسيون لازم البلايلي لا تقول لي لا دير بالي حتى شيء، البلايلي لازم يكون راس سونتر معروف هذايا، لازمك ديما ترجع. وقلتها البلايلي ككاليتي تكنيك صحيح على حسب الليست، وانا قلتها البلايلي انا نقول لك على المخاخ معناتها اليوم حتى في الاوروب في ليكيب ناسيونالات الكل البلايلي انتهى في المنتخب الجزائري. كان يوسف الى لعبوه البلايلي عيطوا له كومبليكاسيون، انا قلت الداخليه نتاعهم اسمعني اسمعني انا اسمعني اطفال ايش كلمك اسمعني كان عندكم لاعب سيد علي خلي يكمل خلي يكمل انا هاني قلت لكم وعلى لساني وهاني قلت لكم وعلى لساني
اليوم كم لاعب كيما قلت لك كاليتي تكنيك 33 سنه ما نعرفش لونترينور شنو هو البروجي سبورتيف اللي تخمم فيه الجزائر تحب تلعب الشبان اليوم يقول لك حتى البنيري كان جيت اسمعني في البوم اخير ما يفلتوها صيادة في بالك المولديه راهي عندها الفلوس وراهي خليته احنا ما نعرفوش غير متزيريه انت لا بروف تروح سليمان ما خلاتوش المولديه ما خلاتوش اسمعني احنا راهو اسمع مش كلام غلط المولديه ما خلاتوش لا لا ايش اكلمك هو حب يقعد في ادخل في حاجه صحيح. انا اقول لك مال اخويا من المنبري الخاص البليلي انتهى مع المنتخب الجزائري هديتي لونترنور اول حاجه بالنسبه لي انا البليلي ستافالور سير ومازال ينجم يعطي المنتخب اللي يعطي للترجي وكي يعطي للترجي يرجع المنتخب وهذا امور ملعو على السنة مروان تكلم تعال خلينا نتكلم يا مروان عشولتي خذي انت خذيت بايك خذيت بايك خلنا اخو باي انا كي نقعد لهنا ساعتين نتكلم ما نخش بايك متاع ساعة وصوات لا انا نحبه والله نحبه انا ينق شوية على الترجي بارك ياسر كثر شوف هذه اول حاجة امور داخلية نقوله أنا إحنا اللي همنا هو الترجي الرياضي التونسي. أنا قلت مرة ما نعرفش فين تلفزة ولا في إذاعة قلت الريكوريتمونات نتاع الترجي مش في حجم كأس إفريقيا. برشا ناس تغشت عليه. الماركاتو هذا؟ أي الماركاتو هذا. مش في حجمنا كأس إفريقيا، في حجم يمكن منتخب تونس خاطر شوف باش تعمل جمعية أكبر حاجة مهمة جدا هو السيريلا تيرو في الكرة العصرية مهم جدا. وقت انت عندك مشنيبه عنده دي كاليتي ديفونسيف ياسر وحده لكن سور البلان اوفنسيف ني با اوسي افيكاس نفس الشيء بالنسبه للي صار انا بن محمد ما شفتوش مليح الطرف اللي شفته راه مازال تايه سور البلان اتليتيكي فيزيك الحقيقه الاخر بقلبه كل شيء لكن برشا نقد عليه الوليد ما خلاهوش اللي هو بيده ذولي أموره ما تعجبش بن حميدة رغم الاجتهاد ورغم مسكين لكاليتي اللي حط فيها والسيري والديسبلين لكن سيبا الكاليتي انت انترناسيونال وكي تلعب الكوب دافريك راك مش تلعب ضد مصر الاهلي راي كيب ناسيونال السانداوس كيب ناسيونال انت على افريك دو سيود هذاك علاش قلت راود للريكورتمان ما كانوش في حجم تاع كوب دافريك شوف بن حميدة ما يش غلطه هو راود معناها هو انه موجود تيتولير في اسبيرانس مش غلطه انا راه غلطه استراتيجي كامله نتاع الترجي الرياضي في الانتدابات خلينا نسالك انا بعد نعطيك تعلق اليوم خلينا نحكي شويه حلو حتى قوس مقابلات اليوم كانه طولنا شويه بعيد عن المقابلات اليوم فما تغييرات يبدو ان باش تكون في تشكيل الترجي ضد المتلوي نعطيكم حتى التشكيله المحتمله باش يكون فيها مميش مرياح توغاي بن محمد بوشنيبه بن محمد باش يكون اساسي من المتوقع عزوني باش يدخل اساسي ايضا هو وكوناتي في المقابل باهولو باش يكون على بنك البدلاء ومعاه متقا في الوسط بلايلي كادا وكذلك يانساس في الخط الأمامي فما كاينو تغييرات شوية باش تكون في الفريق أظن أنه كاردوزو بدأ يرخ بدأ يرخ لأنه أكثر ضرب عليه وتمت المجاملة متاعه معناها لمدة طويلة جدا وتو بدأ يرجع شوية لرشده ملاعبي كما كاد يزمو يعطيه فرصة لأنه لعب ضد الملعب التونسي وكان عنده دور كبير برشا وأنه الترجي الرياضي يرجع يعني في المباراة ويعدل وبسجل هدف يعني بتاع ملاعب عنده جرأة كبيرة برشا ولاعب شاب وعنده إمكانيات يزم ياخذ فرصته خاصة وأنه العبد اللي معناه ما قدمش المطلوب منه بعد ما تم يعني تثبيته في التشكيلة الأساسية بن حميدة قلت بن محمد باش ياخذ فرصته بن محمد ضد بن حميدة زاد هذه أول مرة باش يحط بن حميدة معنا على البنك بن حميدة وصل كابيتان في الترجي الرياضي ردوا بالكم فهمتي معناها ثم حاجات دي شوية كان متشبث بيهم كاردوزو فهمتني وهما ما كانوش ناجحين الترجي الرياضي احنا نحكي عن الانتدابات قبيلة وكل شيء الترجي الرياضي راهو ما عندوش ريدروا وما عندوش ريدروش سنين الله تو سنين الله راهو ما عندوش بوشنيبة دولي ولا في المنتخب خاطر معليش دولي هذاك دولي يا اخي تبلاش نو اسلام دولي يا اخي عادي بوشنيبة عادي ماهوش تاع الشامبيونز ليغ ولا واحد في الترجي لا الترجي زعما قبل الرجال 20 عام راه في الترجي ولو تو نصبر عليهم الصغار لا اسال فيك لا اجي نقول لك حاجه ملاعبي الترجي انت عملت انتدابات تو زد عليه كان يحكي لك يقول لك تنجمش تلعب بكيب وتمشي لقدام وتعمل وتهز تيتروات وما عندكش الريدروا ولا الرجوش غوله يا اخي علي معلول علاش خذيته الاهلي فهمني تي ما بور سيت ريزون بور دي ريزون تكتيك انت ماشي تعرف روحك تلعب في الشامبيونز ليغ وتلعب كوب دي موند وتلعب نهار شو كل شيء وما عندكش الريدروا ولا الرجوش قويين وحاضرين وجاهزين العام سبيرونس شريت افول
فول جاب تيترويت فول فهمني في تونس والبرا علاش خاطر استنى رير دروا ويلعب حتى رير غوش راه وصل لعبوه رير غوش استنى رير دروا دو كاليتي فهمني وقوي تكنيكمون اوفنسيفمون سورتو سور لو بلان اوفنسيف الترجي هذا اللي ناقصها تو انا بن حميده ما نلومش عليه راه كي يغلط خاطر هذاك الموجود الترجي الرياضي تو ولا طلع رير غوش من وقت شمام اتونسيون مروان كاين بيتكوفيتش يسمع فينا هو بعث لك رساله مدرب منتخب الجزائر في الكونفرنس تاع اعلان القائمه تسمع فيه مروان يقول لك لقد شاهدت واللي قاعد يقدم فيه البلايلي بدا بشكل باهي برشا في تونس ونفضل نعطيه اكثر وقت باش يرجع المستوى نتاعه وديما في مخططاتي وباش يكون موجود معنا في السجلات الجاي انا قلت لك انا مسؤول على كلامي كي ترى النهار البلايلي في الكليب ناسيونال تفضل كلمني يا سيد مدرب المنتخب اليوم مازال اسمعني عاملين عليه بريسيون في الجزائر وهو شنو اللي اليوم اش راك على خاطر بلالي شعر واصفر وعينيه زرق اليوم البلالي اول امتحان اختبار ليه ضد فريق الملعب التونسي اللي اليوم فريق الملعب التونسي معناتها فريق محترم ما لقاش حد ما لقاش روحه اليوم في كرة الملعب التونسي المشي اليوم كي نحكيه اليوم على بلالي الجزائر قصت عليك المشي الجزائر فهمتني عنده عرس ولا شنو هذول داخله في كي نحكي لك ما اليوم اسمعني اليوم صاير بريسيون كبيره واحنا اليوم في الميديا قاعدين نطلعوا في الكوتا ياسر الملعبيه بيان سور اليوم يلعب في الكوتا راجل واحد يا ايه. اول واحد طلع فيهم انت وتهبط فيهم انت لا مساك لي هبطوا نتيجه في عام الحديد يا صاحبي ما احنا اليوم يوسف توا خايب ولا تيجي تكلمك فما حاجات تخدم شكون انا اول يوسف شكون يوسف مساك نحكيو على البلايلي تو استاذ علي لا ما نساوش حاجه اخرى بربي كلمه بركه راهو في المنتخب صحيح منتخب جزائري شوا كبير برشا راهو عنده اللي يلعبوا في البطولات الاوروبيه ولا فرنسا هاني مسؤول على كلامي كان يعيطوا له للمنتخب الجزائري يعني بحضر شنو السيد يكذب معناها مدرب ما هو اليوم اسمعني فما كلام زاد لونترونور من الجم زاد طيح المورال للملاعب بيان سور اخي انا عشتهم الظروف هذيا اسمعني كل كونفوكاسيون ساعات نسمع روحي نعدي في ماتشات باهين ويكلمك لونترونور يقول لك راني باش نعيط فما شيء تقول شنو تعمل انت ما عادش نجيب حداك لهنا لا لا كيف مساعدنيش لا لا انا قلت لك انا مسؤول على كلامي البلايلي انت مع المنتخب الجزائري كيف كما قال بولاوي تحجم شكون تحجم قرع انا مالهم الكل قرع قرع زاد هذا عهد انا مسؤول على كلامي كان يوصل راسي نعيش فيك كان يوصل البلايلي موجود في المنتخب الجزائري هذاك بعد ما هكا تشوف انا كيفاش انا قلت لك فقط باش ما نحكي كلمه على المتلوي تنجم تكون تقلق ترجي اليوم بدايه الفريق ماشي شويه برشا في البطوله سنة والله بصراحة مع الوضعية اللي فيها نجم متلوي والنتائج السلبية اللي قاعد يعمل فيها الفريق ما نتصورش أنا نجم متلوي اليوم بون باش يقلق الترجي التونسي شك فوا الترجي دائما حتى كي تكون متلوي في أفضل فترات الترجي تمشي تفوز وترجع باللي حكيته بكري على بن حميدة وكل شيء وبوشنيبة أنا راني ما نلومش لزاريرا ذوما أنا نلوم المدرب اللي وقتها أنت تعطي للملاعبي دور اكثر من حجمه وقتها انت تقول لي جوار دو كلوار ضموا وادخلوا للعمق وتسيب الخط كامل الكلوار كامل دو زاريير لاتيرو ما عندهمش المهاره الكافيه في الان كونتر ما عندهمش شك السرعه الكافيه وما عندهمش شك السونتراجي تاعو هي كل شيء انت تستعمل الانام وراش المدرب زاده هي يعني نقول لك المدرب الكلوار هذاك يبدا عندك عليه الكعبي وقت تسيب له الكلوار وتقول للجوار اللي قدامه اللي ليه ضم ادخل العمق وقتها خاطر الجوار انت باللي كاليتي نتاع انا ما نفهمش الاسرار نتاع المدرب استعمل شفت يا سي علي ذي قوت الصحفي معناها حطك في الجيب كي قال لك معناها ما تناقشوش معناها شرب له مخه شوف لهنا ديما نفهموا في حاجه لهنا كيفاش المدرب يستغل الكاليتي نتاع ديزيرالتورو كيفاش زاده يعمل لهم خطه باش الكوفرتير تصير موجوده هذا طول درجه على المدرب كان المدرب ما يعملهاش الاخير على الدنيا سامحني يا اخي شكون انت دب في ترجي هو المدرب انت دب ليش ما جابش الريدرو انت مدرب وسالي مدربين مقتدرين انت مش تعمل الشيما تكتيك واستراتيجيه اللعب نتاعك حسب لي كاليتي نتاع لي جوار اللي عندك انت اليوم مدرب الترجي التونس ما عندكش لي كاليتي نتاع لي جوار باش تلعب 4 3 3 علاش الاصرار علاش الاصرار بها شغل عندك انت 4 4 2 مشوار التحكم هي الفوزي جرب خطط اخرى تبغيك تمشي معاك علاش 4 3 3 وانت ما عندكش لي زوتي انت ما عندكش الادوات اما حاجه بركه باش نقول لك على الترجي باش تلقى المشكل
مش في المتلوي برك باش تلقى مشكل حتى مشكل التيران وتفكر ماتش قربه كيفاش لقات مشكل في الترطون باش يلعبوا باش يلعبوا في الترطون هذاك علاش قلت له سلام باش يلقى مشكل في الترطون مع السخانه هذه وفي المتلوي مع شلال يطلع والسبب هذا خلك كابدوزو من يخمم شويه يلعب اهولو ولا لا اهولو مش باش يلعب نقول لك علاش باش يلعب خاطر باش يخلي اجنبي اخر يلعب اللي هو كوناتي يمكن كوناتي باش يكون كوناتي باش يكون اساسي والبلايلي وش اسمه الارير توغاي يولي هو أربعة منعرفش هو يمكن من ناحية هذية باش يخلي حاجة أخرى شفنا بالنسبة له شفنا ياسر لاعب لاتيرال خروج الكرة سورتو كنت الملعب التونسي ترو لاتيرال ترو لاتيرال خلينا نقدم وي مزال برشا ماتشوات ولات الكرة تمشي أكثر أون بروفوندور خلينا نقدم مزال برشا ماتشوات نحكيو على السي اس اس قالوا في القفصة سي واجدي خلينا نجيك لك أنت بركات الحميدي مع نادي صفاقسي ممتاز باش ياخذ فرصة جديدة في المقابلة هذه بعد ما كان يكارتيه في الماتشوات الماضية يبدو أنه سانتوس راجع شوية في الخيارات نتاعو طبعا المدربين كل قاعدين يراجعوا في امكانياتهم في اختياراتهم لان الظروف ولا الضغط ولا كبير برشا بركات الحميدي سمعناه حتى بدا يفكر انه باش يغادر نادي صفاقسي وصار ضغط كبير برشا من الراي العام في صفاقس وانه اللاعب هذا لازم ياخذ فرصته وشفنا توا المدرب نعش اذا كان المعلومه على ثابته يعني المدرب في الاخير باش يرضخ يعني مش يرضخ باش يقول لهم هاو بركات الحميدي نتاعكم تحبوه يلعب كان ربحت سياسه لعب كنت جابس كي تخلي تسمي طاها اللي تي لماير جوار اي دونك هو لاعب يعني عنده امكانيات وكل شيء لكن بصراحه يعني الضغط الجماهيري في صفاقس كبر برشا على المدرب والمدرب رضخ لانه كان باش ما يلعبش بركات الحميدي بار اكزومبل وما تجيبش نتيجه ايجابيه اكيد وانا باش تكون المباراه الاخرى ليه لانه تخلص اي تعرف في تونس كان المدرب حطوه في بدايه الكلمات فهمتني هو هذه اخر فرصه وكذا وكذا عارف راهو تو تار باش يتنحى المدرب دونك نتصور انه اختيار باش يحط بركات الحميدي بالنسبه ليه في الظرف هذا اختيار صحيح تعرفوا مليح انت في منتخبات الشبان سيدي علي بركات معنا عمل كوب دي موند عمل كوب دافريك عمل كوب دي موند وعمل سيزون به عمل سيزون غولا انا حاجه باش نقول على المدرب تاعنا صفاقسي تو نجي نقولوا نحن المدرب نخليه الوقت خليه خمس ماتشات تو عنده من جويلي هو يراني من جويلي وانا شفت نادي صفاقسي لا روح لا خدمه لا كوره نتاع نادي صفاقسي نشوفها لا استمرار استقرار في التشكيله فريمون بصراحه قاعدين اور عمناو الجا مدرب تونسي في شهرين من اللي كانت سيزيام في الكلاسمون ولا الثالثه ودخلت الكوب دافريك يا رجل هنا راهو مش ديما اللي جاي من برا خير من التونسي بصراحه تاما راح تزيد نعطيه اكثر شانس ماتش ولا زوز اخرين بصراحه انا ما شفتش النادي الصفاقسي اللي شفته عمناو اور كي تشوف مدرب ما عندوش اقل من شهرين تاع النادي الافريقي تشوف النادي الافريقي بصمه نتاع مدرب واضحه باش نحكم انا على الجمعيه باش نحكم على مدرب انا كي نشوف جمعيته تلعب خويا اسلام تشوف مدرب يعرف تشوف الوقفه تشوف الباز ديفونسيف الباز اوفونسيف شوف الاستراتيجي شوف كيفاش يجيري هذا كيفاش يعمل سيستم دو جو البلان دو ماتش يبدا صحيح وكل شيء يخلق لك ان بروبليم تكتيك نحن نحكيوش برشا راهو في التكتيك في تونس خاطر انا الاسبانوس نعرفها تلعب ضد النادي الافريقي بار اكزومبل انا نتاع الانترنال الافريقي نعمل مشكل الانترنال نتاع كاردوزو جو في ان بروبليم لهنا عمر ما نحكيو على البروبليم تكتيك خاطر انا كنشوف الاسبانوس معروفه تلعب 3 4 3 3 انا نبدلها في الوقفه نبدلها في السيستم دو جو نبدلها في باش نفاجئها لي زونترنور نتاعنا لهنا ما نحكيوش في البلاتو على الكوره نحكيو لي زاكوتي نحكيو كل شيء الا كوره ما نشيخوش كوره ماذا بينا حتى في برنامجك لهنا تعمل لنا لو ميور ماتش نعملوا عليه زوم لهنا ونحطوه باللي سيفر باللي ستاتستيك بي 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 باش تشيخ عباد كوره وتسمعنا نسبوا في ميميش ونسبوا في اللونترونير ونسبوا في كارتوس ونسبوا في الباتوني ما ياش نسبوا فقط الملاحظة ما ياش نسبوا انا كي نحكيو ننتقدوا احنا واحد البلاتو الاخرين ما فماش سبان ما شفتش سبان الحق ثم تنمير ثم يدخل حتى في عائلة جوار حتى من البر وسائل التواصل الاجتماعي ما موشكو بلاتويت سي اسلام سامحني راهو نحبوا التنافس
وتنافسي يوصل فين؟ يوصل البرفورمانس خويا اسلام راهو باش يتحسن، ونحبوا بطولتنا ونحبوا، لكن ماذا بينا كمحللين ولا اعلاميين نوصلوا بار اكزومبل امواج ايجابيه للجمهور، نبدلوا له حاجات باهيه باش الجو يبدا صافي. شفت الجو خايب في تونس، الزربيتر للجمهور. اي باهي مروان، ظهر لي خروف القفص نجم يكون احسن منافس لجيل السي اس اس باش يرجع، خاطر شفنا الفريق مع احترامنا ليه السنه ماهوش القروف اللي نعرفوه اللي كانت تقلق في السنين الماضيه. بون باش نقول ماتش كبير للسي اس اس باش نحترمه، لازمنا نكونوا قوي في القفص، مي على الوضعيه شفت الرئيس والوضعيه اليوم في قفص وضعيه نجم تقول كارثيه، خاطر نحكيوا على فريق راهو اسلام مهز حتى نقطة من بعد ثلاثة جولات اليوم دي بلاسمون صعيب، ونعرفوا نادي سبيرسي مجروح في العمران وخسر معناتها نقاط، يظل معناتها فرصة للسي اس اس باش تعاود تراجع الأجواء البيت ثلاثة نقاط سيرتو في ميدان. أنا نقول مباراة صعيبة للقفصة، احنا نتمنيو كمستقبل قفصة معناتها تعاود قوي في القفصة، معناتها ماذا بينا نعاودوا نرواها مخير من السيتوياسيون هذيا، مي كل معناتها على الورق اليوم السي اس اس يظل باش يكون أفضل. مي نرجع لك اسلام على بركة الحميدي، الحقيقة كنت عملي والتباط ومن أحسن ملاعبية، وأنا تمنيت معناتها ذي نختمو له للمنتخب يسيرتو المدرب كيف بشة زاد نفس السيتياسيون. الحقيقة أنا كي نقول كي راه بشة اليوم نحى بشة مش موجود التشكيلة الأساسية كي راي، علاش أنا تاو نرجع سيكليم علي الكعبي على محمد الكوكي، محمد الكوكي كنظرية المدربين التوانسة عندهم فكرة عن الملعبية ويعرفوا شكون قاعدين يقدموا في أداء جيد في البطولة. شوف يوسف بشا معناتها عبيد تحكي عليه باش يخرج يحترف البرة، وكان معناتها ساهم اليوم اللي كونوا النادي الرياضي سبيرسي موجود في المسابقات الإفريقية، ورينا الهدف نتاعو ضد النادي الإفريقي. بركات الحميدي نخاف يتعدى بالباساج يتعدى به في راس شوات، نحسها كي نفس السيتياسيون اللي صاير مع شوات. إن شاء الله ليه إن شاء الله نستحفظ عليه، خاطر شوف مليح ب 21 سنة في الطول هذاك يا سلام، يظل لي لازمنا نستحفظ عليه، ما عندكش مخير من بركات الحميدي اليوم في البطولة التونسية. أحمد اتحاد مونستيري اتحاد بن قردان، المقابلة هذه الاتحاد ظل يطمح أنه كما كل عام يقعد ينافس للأخر في البطولة، في المقابل سيتياسيون صعيبة كيف كيف الاتحاد بن قردان تشبه برشا قوي في القفص. أنت مقديمة كي تسألني نش أي ديما نعمل كجملة اعتراضية لا جوست كلمة واحدة على سي اس اس 10 ثواني. ما يلزمناش ننساو راهي النادي الصفاقسي عام 2013 مع رودو كرول في الستة ماتشات الأولانيين عاملت ثلاثة خسائر وثلاثة ماتشات نيول، ورينا بعد الإكيب اللي عملتها سي اس اس مع كرول كانت إكيب معناتها ترعب، وتتفكروا الناس كلها وخذت حتى ألقاب وذول ذاك الجمهور ما يستناكش يا سيد. احنا ما نجمش نحكيو باسم الجمهور، ما عندناش استفتينا جمهور صفاقس اسكو يحب، احنا دائما نتبنى راي الجمهور، احنا الجمهور ما عندناش معطيات علميه دقيقه تقول راه الجمهور وقت خذ سي اس اس ميسي خلف فعلوا معاك مش مشكل ميسي خلف فعلوا معاك كرول وقت خذ سي اس اس يبني في فريق نذكره على هذا يقدم في فريق لا هذا خذ فريق عملوه الملعبيه دوما كنت عاطي البلوس اليوم لحاله يوسف باش نحكي ولا نحكي شويه إيه كل جوار نحكي لك قولي غالب خلت فيها معك اسلام مش ما غايتوش العباد تحكي عرق لا احمد كرور كي خذ السي اس اس وقتها نذكرها كيما توا نحى شاكر البرقاوي ويجيب فرجاني سياسي وقتها حب يبني فريق هذيك دقيقه بركه عاد دقيقه بركه وجاب اخر الدين اللي وصل لك الفكره بعد نعطيك كم انت كي تحكي بدا معناتها بدايه موسم خايبه وثلاثه خسائر ودرا شنو اليوم السي اس اس عندهم جوارات كونفيرمي موجودين على البنك بار كونتر كي جا كرول السي اس اس لقى جوارات كبار في العمر وقت نحى شاكر البرقاوي جاب فرجاني سياسي وجاب اخر الدين قاعد يبني في فريق وقتها خليك عامل شو انا اللي نقوله بالنسبه للنادي الصفاقسي احنا ما نكونوش رواليست اكثر من رواء، رئيس النادي صحيح محمد الكوكي عمل الخدمه بها يعطيه الصحه وكمل سيزون معناتها ام بوتي كما يقولوا عمل في سي اس اس، لكن هذا رئيس النادي عنده مشروع جاب مدرب مقتدر عنده خبره في الافريق، وريناه كيفاش معناتها لي بيرفورمانس اللي عملها مع اتلتيكو بيترو اتلتيكو لونغولي، جاب ملاعبيه جدد ولا ملاعبيه دو كاليتي، جاب مدير رياضي أرسى مشروع، أنا ما نتصورش بعد بشهر باش يقول إيجا خلينا معناتها نطيح المعبد على الجميع كما يقولوا، المشروع هذا يزمو شوية وقت بالملاعبين اللي نوال روكرو مع الملاعبين اللي جابتهم صفاقس السناء مع المدرب الجديد، احنا سي اس شنو لعبت؟ اللي با لو فو كما يقولوا وين الحريق ولا شنو ولا وين النار؟ عملت نول وفيكتوار وديفات وعاد النادي صفاقس كان تشوفوا المشاكل في العشر سنين إيش؟ إيه سي علي علاش تضحك؟
تابع على كاتاستروفيك بعد عيد سيسيس. لا كان جا مدرب تونسي راه طار. اما تقول لي تقول لي مشروع في ثلاثة جولات كيفاش انت تطير مدرب في ثلاثة جولات؟ لا عندنا شكون طار قبل ما تبدا الجولة الأولى؟ اسمعني طار واحد وعاد مشى واحد. لا وثم اللي طار من الجولة الأولى يا أحمد ربي يهديك رجعت في المقابلة السياسية. أحمد بصراحة أنا كلامك معقول منطقية تكساها. جاب جاء رئيس جمعية جاب مدرب جاب مدير رياضي أول مرة تصير في الكرة التونسية اتفق معاك لكن زاد صفي لي الأجواء كلها واضح باش ننجح. كانت عادية ومازال برشا ماتشات تخلي لي باشا في الظروف تخلي لي بركات وتخلي لي كذا واضح الجو يبدا خايب. كمل لي على المستير وبن قبل ما عادش تحل لي الأقواس كي تبدا حاجتك تطلب الكل داكورد آخر مرة نحل قوس باب الأقواس باب الأقواس. أنا في تقديري معناتها الاتحاد المنستيري كما قلت قبل هو فريق هو ديما يضفي معناتها نوع من التنافس على البطولة في غياب الفرق الكبار ومعناتها مستواها اللي طاح شوية. لقينا الاتحاد المنستيري ينافس في الترجي التونسي ينافس في النجم الساحلي. أنا الاتحاد المنستيري في السنوات الأخيرة تقريبا هو مثل معناتها الفاكهة متاع البطولة الوطنية. أنا في تقديري الاتحاد المنستيري ماشي في طريق صحيح بالخدمة الباهية متاع المدرب متاعه بالإفكتيف اللي عنده الجوارات الصغار والجوارات اللي جاو معناتها المنتدبين في ساعة أقل ما دخلوا في الجو. أنا نتصور اتحاد من أحسن الفرق سنة في البطولة. اتحاد بن قردين باقي مازال معناتها يلوج على نفسه باقي ما لقاش ليروبير متاعه باقي يلوج معناتها على ماتش يكون بمثابة الانطلاقة سنة. أنا نتصور الاتحاد باش يكون تقريب في طريق مفتوح. اتحاد المنستيري سامحني راهو صحيح نتائجه باهية عامل انتصار واحد أما كنت تشوف الأرقام متاعه في ثلاثة مباريات صحيح مقبل حتى هدف لكن سجل هدف واحد دونك ثم برشا حاجات مازالت باش تتصلح في الاتحاد المنستيري. باهي سيدي علي اتحاد تطوين يستقبل مستقبل كابس وضعيه يمكن مشابهه شويه بين الزوز فرق في البطوله. اتحاد تطوين 11 بثلاث نقاط 12 مستقبل كابس عنده زوز نقاط. زوز تعادلات في بلادها وهزيمه لبرا مستقبل كابس. تطوين بصراحه تعدات بظروف في بدايه الموسم صعبه وصعبه جدا. قبل اسبوعين بدات التدريبات بهيئه تسريه برافو عملوا انتدابات في اسرع وقت فهمت ولا نعتقد وعملت انتصار 3-0 زوز هزايم نعتقد المباراه تكون صعبه. وعلى انا نقول لي في على الميدان نتاعها صعب المراسه تطوين الحقيقه فهمت ولا ونعتقد كان باش تعمل خطوة باهية قدام يلزمها انتصار رغم مستقبل جابس. ثم شفتها كونتر نادي الصفاقسي ثم مؤشرات نتاع فريق وقف مليح مدرب ذولي تزيري ذولي المدرب نتاعو قاعد يخدم في خدمة باهية وعملوا انتدابات محترمة. أنا أعتقد لي باش تكون مباراة مشوقة. باهي حكينا على أربع مقابلات نمشيو فاصل قصير موزيكا ونكملوا نحكيو على بقية الأربع مقابلات اللي مازالوا.